النموذج الديمقراطي الذي نريد هو النموذج المتعارف عليه في العالم بأسره، كالنموذج الديمقراطي في أوروبا وفي كل البلدان الديمقراطية، أن يكون هناك انتخابات نزيهة، وأن يكون فصل للسلط، وأن ينتخب الشعب من يحكمه، ومن ينتخبه الشعب ينبغي أن يحاسب وأن يكون مسؤولاً عن برنامجه الذي يقدمه للشعب أثناء الانتخابات. لا بد من مراحل انتقالية من دولة مستبدة إلى دولة ديمقراطية. المرحلة الانتقالية في رأينا ينبغي أن تكون مرحلة توافق، والمنطلق في رأينا هو جمعية تأسيسية تضع الدستور. فنحن نرى بأن الدستور ينبغي أن تضعه جمعية تأسيسية منتخبة من جانب الشعب، ولا يضعه فرد واحد كما وقع في دستور 2011. الملك هو الذي أعطى الأرضية الأساسية وعين اللجنة التي أشرفت على هذا الدستور، وهو الذي في الأخير قدم هذا الدستور للاستفتاء. فإذن السيادة في الدستور لم تكن للشعب، بل كانت للسلطة في شخص الملك ومستشاريه ومعاونيه.